السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الكدني يا جماعة is retroperitoneal structure، يعني نايمة على البصير وعلى الدهن الوجه. وطبعا عندنا كدني يمين وكدني شمال. الليفل اوف ذا كدني يا جماعة بتكون اوبوزيت تي 12 L 1 2 and 3 vertebrae. فالكدني بتاعتنا يا جماعة اوبوزيت تي 12 L 1 2 3 vertebrae. الكدني يا جماعة اليمين زي ما انتم شايفين at the same level مع الكدني الشمال. يفرق ايه الناحية اليمين عن الناحية الشمال؟ التخين العجل الكبار اللي هنا على اليمين واخد المساحه دي كلها وكابس على الرايت كده، راح نسقطها سنه اكتر من الليفر. طبعا هنا يا جماعه الناحيه اليمين الرايت لوب اوف ذا ليفر، الرايت لوب اوف ذا ليفر ده على الكدني يسقطها لك بمسافه نص انش. عشان كده نبص كده فرق الليفل ده من ده. يا جماعه الكدني الشمال اعلى شويه من الكدني اليمين لانها واصله عند ليفل اوف 11 رب، بينما الرايت كدني بتكون واصله عند الاليفنتس انتركوستال سبيس. وطبعا كلكم عارفين الانتركوستال سبيس بيكون تحت الرب ولا فوق الرب؟ طبعا تحت الرب. فالاليفنتس رب ده واصل له الليفت كدني الابر بول اوف ذا ليفت كدني، لكن تحتينا شويه الاليفنتس انتركوستال سبيس عنده الابر بول اوف ذا رايت كدني. نبص يا جماعه الكدني بتاعتنا حجمها قد ايه؟ الكدني بتاعتنا يا جماعه 3 في 6 في 12 سنتي. طبعا سهل قوي لان انا مضاعفات 3. 3 في 6 في 12. 3 ده ايه؟ تخنها السكس بتاعها 3 سنتي، العرض بتاعها 6 سنتي، والطول بتاعها اباوت 12 سنتي. فالنورمال سايز بتاعها 3 في 6 في 12. زي ما انتم عارفين يا جماعه وشايفين الكدني ليها كل حاجه 2. كلمه السر هنا 2. الكدني يا جماعه ليها كام بول؟ two bolts upper ball and lower bolts. وهنا نقف عند وقفه. زي ما انتم شايفين التو upper bolts زي التو lower bolts، ولا الكدني عامل كده اهو؟ الكدني بتاعته وحدان وهو واقف، تبص تلاقيه عامله كده اهو. التو upper bolts اقرب لبعض من التو lower bolts. طبعا على فكره لو عملت اشعه ولقيت التو لور بولز اقرب لبعض من الابر بقت ايه؟ فالتو لور بولز لاحمين في بعض، وده اللي احنا لسه واخدينه في الامبريولوجي. اما التو لور بولز يبقوا لاحمين في بعض يبقى اسمها ايه؟ اما التو لور بولز لاحمين في بعض في الاشعه تلاقيهم كده هو قدامك واقرب لبعض من الابر، تبقى دي الهورس شو كدني. لان النورمال ان التو ابر بولز اقرب لبعض من اللور بولز. الكدني يا جماعه ليها كام بوردر؟ لاترال كونفكس بوردر هي بعيده عن الميدل لاين، وميديال بوردر. الميديال بوردر دي عند الليفل اوف ال1 بيخش فيها ال هايلم. فالهايلم ده عند الليفل اوف ال1 فيرتبرا. في ايه معدي فيه؟ من قدام لورا معدي فيه فاب، في اي بي. الموست انتيريور ستراكشر از رينال فين، فالنص الرينال ارتري. موست بوستيرلي الرينال بلفس. هات الحرف الاولاني من كل واحد، فين ارتري بلفس، تطلع لك فاب.
وعلى فكره عشان تكون عارف دي ما تتحفظش الحكايه دي، دي بالمخ نفس البرنسبل اوف ذا هايلم اوف ذا ليفر. كنت بقول لك هو ربنا ما بيحطش الاستراكشرز اي كلام حسب هدف معين. فكان عندنا مثلا البايل داكت والارتري والبورتال فين، فربنا دايما كان بيحط قدام مين؟ الموست سن ويك استراكشر، الا لو اتفعص يبقى مشكله كبيره قوي. عشان كده الموست سن استراكشر في البورتال باتس كان مين؟ البايل داكت. حطوا لي التخين دايما ورا خالص اللي هو مين؟ كان بورتال فين. وحط في النص ابو بالص اللي هي سيكول اللي ما تضغطش عليه، اللي هو مين في النص وليه سيكول وبالص؟ الارض. هنا نفس البرنسبل، عندك رينال فين، رينال ارتري، رينال بلفس. حط الرفيع اللي هي سينول قدام اللي هو يبقى مين؟ الرينال فين. حط التخين ورا اللي ورينا البلفس، حطه في النص برضو ابو سيكول وفي بالص اللي هو مين؟ الرينا الارتري. فطلع لك الفاب بقى ماشي، فين ارتري رينا البلفس ماشي. الفين بصير لي، الفين بصير لي ماشي، حط الفين بصير لي، مش هيضغط عليه بالجماعه اللي قدامه ويبقى مفيش فينا درينج للكدني صح؟ يبقى من الكلام اللي انا قلته فهمتوا ان الفين بوستيريلي الموست سين وول هو الفين لازم يكون انتيرلي فاب الفي في الاول، والبلفس الموست سيك ور، وحط الارتري في النص كالمعتاد. فالفين موست انتير فاب دي من قدام لورا. نبص يا جماعه الكدني بتاعتنا ليها كام سيرفس؟ هي كان ليها تو بولز ابر لور، تو بوردرز لاترال وميديان، وليها بقى كام سيرفس؟ السيرفس اللي قدامك ده اسمي انتيرو سيرفس، والسيرفس بقى اللي نايم على المصل دي كلها اللي اسمه بوستيرو سيرفس. وطبعا اول ما بنقول سيرفس يبقى على طول تيجي كلمه ريليشن بتاعتك ايه؟ البوستيرو ريليشن بتاعت الكدني اليمين زي البوستيرو ريليشن بتاعت الكدني الشمال. فور مسلز سيباريت من الكدني بفور استراكشرز. انا مش هتكلم على فكره، قولوا لي بقى مين الفور مسلز اللي على البوستيرو ابدال وور؟ مين الحلوه الاموره دي؟ الرايت كراس وده الليفت كراس، وبعد كده بقى كل الفايبرز بتاعت مين؟ فطبعا فوق هنا اول يا جماعه اول جزء من البوستيرو سيرفس ايه تدلل؟ دافرام. تحت الدافرام في 3 ماسلز. المصل اللي جنب الفرتبرا الكولم دي على طول ومعديه ورا الدافرام دي اللي اسمها مين؟ السواس ميجور. جنب السواس ميجور في المصل دي الرباعيه الشاكه. المصل دي رباعيه الشاكه يا جماعه اللي اسمها كوادريتس لامبورم، عشان في اللامبر ريجن. فكوادريتس لامبورا. لاترال ليها الاورجن. الاورجن بتاعت الماسل فايبرز اللي ماشيه بالعرض دي. ماشيه بالعرض لانها طالعه فين؟ على الانتير وابدونال وول. عشان كده تبقى مين دي؟ بدايه الترانزفيرسس ابدومينس ماسل. ويبقى بوستيرو ذا كدني فور ماسل. دافرام سوس ميجور كوادريتس لامبورم بدايه السوس ميجور سوري بدايه الترانسفيرس ابدومينس. مفصولين بقى عن الكدني باربعه ستراكشر. مين الاربعه ستراكشرز دول؟ جاي مش ده اللاست ريب 12 ستيب معدي الفيسلز والنيرفز دي اللي تحتيه. مين اللي تحت الرب ده يا جماعه؟ الانتركوستال سبيس اللي المفروض يعني يكون نمره 12. بس ازاي هيكون انتركوستال سبيس نمره 12 وهنا ما فيش اصلا كوستال سبيس؟ فما بيتقالش عليه انتركوستال
نيرف فيسلز بيتقال عليه السب كوستال. ده السب كوستال نيرف فيسلز اللي هم يعني يقابلوا ال 12 انتر كوستال نيرف اند فيسلز. تعطيك في نيرف مهم قوي رايح يغذي المسلز اوف ذا انتيرير ابدومينال وول اسمه هيليو هايبوجاستريك، وتحتيه في نيرف اسمه هيليو انجواينر. سمعت عن هيليو انجواينر النيرف ده بكام؟ كان فين؟ معدي فين؟ معدي في الانجواينر كلام، وكان ده نيرف سبلاي للكونجوينت تندون، والانجر بتاعه في الابندكتومي اللي كان بيعمل لك الدايركت انجواينر هيرف. فانت بصير في ذاكرتي في عندك اربعة ستراكشر: سبكوستال نيرف، سبكوستال فيسلز اللي هي بالتانك، والاليو هايبوجاستريك، والاليو انجواينال نيرف. وبقت بوستير في ذاكرتي فور ماسلز: دايفرام، سوس، كوادريتس، ترانسفيرسس، سيبريتد من الاربعة ماسلز دول بالسبكوستال نيرف فيسلز: اليو هايبوجاستريك، اليو انجواي. بالمناسبة لو انا عايز اعمل عملية على الكدني، تفضل تفتح من قدام ولا تفتح من ورا؟ بيني وبينكم هو الكومنست ابروتش ان انا افتح من ورا، ماشي؟ وده اسمه على فكرة بيتقال عليه لامبر ابروتش او موريس انسيجن. للأسف لو انت بتفتح من ورا، لا يا ابو الاهل، انت ممكن تعمل انجل مين لو انت جراح عبيط للاربع ستراكشرز دول. قبل ما توصل للكيدني، قبل ما تفتح المسلز، خد بالك تعمل ريتراكشن للسبكوستال نيرف وفيسلز، ابعدهم عن طريق للايليو هايبوفاستيك الانجواينال، ابعدهم عن طريق. فالبوستيريشن دي مهمه قوي عشان غالبا عمليات الكيدني بتكون بموريس رينال لامبر انسيجن. لو انت بتفتح من ورا هيقابلك المسلز طبعا هقطعها متعمد، لكن النيرفات عايز احافظ عليهم اعمل لهم ريتراكشن واحرص عليهم. ايه بقى الانتيريور ريليشن بتاعت الكدني؟ انا صراحه كنت بحب قوي البوستيريور ريليشن لان اليمين زي الشمال، لكن بكره الانتيريور ريليشن. ليه بقى بكره الانتيريور ريليشن؟ لان يا جماعه الكدني اليمين الريليشن بتاعتها مختلفه خالص عن الكدني الشمال. وما تبيض مش هتعرف تحفظه الا ايه بالطريقه اللي انا هقولها دي. بص كده يا سيدي، يمين مختلفه عن شمال خالص، بس الاستراكشرز اللي على اليمين كورسبوندنج ليها استراكشرز على الشمال. بص كده، طبعا بدايا الكدني اليمين الانتيرور ليها، وكنت واخدين الامبريشن بتاعها عليه، ولو انا حطيته هيخبي لك الحته دي كده كلها، يعني يمكن يسيبك بس اللور بول هنا. مين الجبار ابن الجبار هنا اللي عليها اليمين؟ اللي مغطي الرسمه دي كده كلها. طبعا الرايت لوب فليفر بأماره الرينال امبريشن اللي كانت موجوده في الرايت لوب فليفر. وانا كنت قلت لكم قبل كده واحنا بنضحك عليكم، الريليشن دايما متكرره. فاذا كنت بقول لك وهدان قدامه الترابيزه، طب ما اخد داس الترابيزه هيبقى وراها وهدان، دي ريليشن يعني مختلفه. ما ده قدام ده، ده يبقى ورا ده. فنفس الحكايه، احنا خدنا الليفر زمان وكان بصير لي في الكدني، بسيطه قوي. يبقى ما اجي اخد الكدني قدامك في مين؟ الرايت لوب ليفر، صح؟ طبعا ايه الشمال ما فيش ليفر، بس في اخونا الحلو الامور دون اللي حتى ما تشوفه كده احمر قوي شبه الليفر، اللي هي على الشمال في سبلين. ولو تفتكروا زمان وانتوا في سنه ثانيه بتاخدوا ريليشن اوف سبلين، كنا مقسمين امبريشنز على السبلين، وكان هنا في الامبريشن واضح قوي اللي هو مين؟ الهايلر، الهايلر اوف ذا سبلين. وكان بيقسم الهايلر لكذا امبريشن. فين بقى الامبريشن؟ شايفين تحت الهايلر اللي تحت اليمين، الامبريشن اللي هي بيلوز هايلر اللي تحت الليفت كدني. فبناخد دلوقتي ليفت كدني، يبقى قدامك مين؟
اسبلي. فانت عندك هنا هو الليفر مقابل يعني ناحية الشمال الاسبلي. مقابل ايه على فكرة؟ في الشكل مش في نفس المكان. طيب هنا في جزء من الجي اي تي. ايه جزء من الجي اي تي ده؟ اللي نايم على الهايلم اوف ذا رايت كيدني. وحتى زمان واحنا بناخده كنا قلنا الكيدني ممكن وهي بتسقط نيفروتوزس كانت تشد على الاخ ده وتشد على الضغط اللي فاتح فيه وممكن تعمل لك اوبستراكتيف جامبس. طبعا يا جماعه اللي نايم هنا هون على الهايلم اوف ذا رايت كيدني جزء من الجي اي تي از سكند بارت اوف ديودينم. طبعا احنا الشمال في اي جزء من الجي اي تي؟ الرسمه دي متكرره هي هي. مين الجبار اللي بيتحط هنا يخبي الرسمه دي كده كلها؟ طبعا يا جماعه فاكرين حاجه اسمها ستومك بيت؟ هي الرسمه بتاعت الستومك بيت على فكره. فانت قدامك هنا ستومك ودي الجاستريك اريا او الجاستريك امبريشن. طبعا فكره الاستومك كبيره قوي فبتبقى واخد لك الحته دي ومعتمد ناحيه الشمال عشان تبقى ريت السبلين ابوظ هايلم اللي خصنا يعني. مهم الحته دي جاستريك اريا. طب بعد ما شفنا جزء جي اي تي جزء جي اي تي ايه اللي طالع ده؟ اسمه ايه اللي طالع ده؟ اسندنج التاني يا رجاله رايت كوليك فليكشر. شايفين رايت كوليك فليكشر نايمه مترسته على مين؟ على الرايت كدني. طب هو مفيش كولون على الناحيه الشمال؟ في ليفت كوليك فليكشر على الناحيه الشمال بس ليفت كوليك فليكشر اللي على الشمال مش نايمه على الكدني نايمه على اسبلين وتلاقي عليها اسبلين فليكشر عشان كده بس ملحوق يعني. مين ده اللي ماشي بالعرض ورايح للليفت كوليك فليكشر؟ الترانسفيرس كولون. هو رايح للليفت كوليك فليكشر عدى قدام مين؟ الليفت كدني. طب الليفت كوليك فليكشر الجزء اللي نزل منها دوت اسمه ايه؟ ديسندنج عدى قدام مين؟ قدام الليفت كدني. فهو صحيح الليفت كوليك فليكشر مش ريتد الليفت كدني بس اللي رايح له واللي نازل منها. يبقى الليفت كدني قدامها في ترانسفيرس كولون اند ديسندنج كولون. هو الكولون ده مش بيروح للبلاد فيسلز؟ طب ما الكولون ده في طريقه البلاد فيسلز اللي رايحه له هنا اول على الناحيه اليمين او على الناحيه الشمال هتعدي لازم قدام الكورسبوندنج كده. مش هنا هون كده يا جماعه كان في الرايت كوليك. فالرايت كوليك والبرانشز بتاعته اللي طالعه قدام الكلب. طب ما هنا كان في الابر ليفت كوليك. الابر ليفت كوليك وهو رايح هنا هون للناحيه الشمال من الكولون هيعدي قدام الليفت كده. فانت عندك هنا هون كولون رايت كوليك فليكشر ترانسفيرس وديسندنج. بلاد فيسلز رايحه له رايت كوليك فليكشر الابر ليفت كوليك. طبعا كلكم فاكرين من زمان كنت بقول لك الكولون عامل بيك كونكافيتي. ومين اللي بيلعب هنا في النص في البيك كونكافيتي ده؟ اللوبس اوف انتستن. وبالذات طبعا اللوب العاليه اللي هنا دي لوبس اوف جيوجنا. ماشي. فاضل بقى على الناحيه الشمال الشمال قصدي الناحيه الشمال تنفرد بمين وليس لها حاجه على السعوديه. خلصنا الناحيه اليمين هنا الحته دي كلها ليفر ديودنم رايت كوليك فليكشر والبلاد فيسلز اللي حاره رايت كوليك وجوجو. هنا احنا تقريبا خلصنا استومر اسبلين وترانسفيرتو ديسين الكولون و الابر ليفت كوليك وجوجو. نحن ننفرد بقى بالجماعه دول. ايه دول بقى؟ ننفرد على الناحيه الشمال البودي والبنكرياس وما يصاحبه من بلاد فيسلز. ومين اللي صاحب البلاد فيسلز دي بتاعت البودي والبنكرياس؟ اللي جاي من السبرين. مين ده؟ ده السبرين كارتري اللي ماشي ورا البنكرياس سبلينك فين
واللي ماشي على الابر بوردر بنكرياس السبلينيك ارتري. فاحنا بنفرد عن الناحيه الشمال بالبنكرياس والسبلينيك فين والسبلينيك ارتري المصاحبين للبنكرياس، ودي عارفينها من زمان. ويبقى لما بقى كده هون ريليشن اوف ذا كيدنيز هتلاقينا حاطينها لكم ايه كده هون في جدول لذيذ. ليفر، سبلين، ديودنم، استومك، رايت كوليك، فليتشر، ترانسفيرس وديسيندنج كولون. رايت كوليك، ابر ليفت كوليك، جيوجنم، جيوجنم. كده خلصت اليمين. تنفرد الشمال بال بنكرياس البوديو بنكرياس وما يصاحبه من بلاد فيسلز اللي هي سبلينيك فين وسبلينيك ارت. حلوه دي. ده يا جماعه بالنسبه للريليشنز بتاعت الكيدني. الكيدني بقى يا جماعه ايه اللي مثبتها في مكانها؟ الكيدني وانا واقف كده ما بتقعش مني ليه؟ عده فاكتور. طبعا مبدئيا اي حاجه بتثبت الابدومينال اورجنز في مكانها الانترا ابدومينال بريشر. كل الاورجنز ضغط على بعض فلازقه كل واحد في مكان، فالابدومينال بريشر طبعا القوي ده هو ملزق كل اورجن في مكانه، الليفر في مكانه، الكدني في مكانها، السبلين في مكانه، زائد التون اوف ابدومينال ماسلز. المسلز القويه بتاعتها دي ضغطه على الابدومينال اورجنز ومزوده الانترا ابدومينال بريشر وملزقه كل واحد في مكانه. عظيم. فاكرين شكل السكيلتون اللي في المشرحه؟ الفيرتبرال بودي اهي كده. هل الريبس ماشي كده جنبيه ستريت ولا الريبس عامله هنا حفره على جوانب الفيرتبرال كلها؟ طبعا يا جماعه الريبس احنا عارفين شكلها واخده انجل وبتاع واخده كيرف. فيا جماعه الفيرتبري على جنبها على الناحيه اليمين وعلى الناحيه الشمال في حفره عميقه. اسمها ايه الحفره العميقه دي؟ حفره جنب الفيرتبرا، يبقى اسمها ايه؟ بارا فيرتبرال جتر. هنا الكليه هي الحفره دي كده والكليه راقده هنا ومترسته او زي الفل. فالبارا فيرتبرال جتر ده كمان جميل قوي، بيت للكدني نايمه فيه. زائد بقى اهم فاكتور اللي انا سايبه للاخر، اهم فاكتور الكفرنجز اوف ذا كدني. كفرنجز اوف ذا كدني ايه اللي مغطي الكلى؟ طبعا اكيد زيها زي اي اورجن، ما اي اورجن متحوط بايه ومدي له الشكل بتاعه؟ كبسول. فطبعا اكيد في رينا كبسول من بره ماشي. بعد رينا كبسول في فات فاشيا فات، ومش اي فاشيا ومش اي فات، فات تخن كده حواليه فاشيا جامده جدا، ثم فات قد كده هو. فطبعا فات فاشيا فات هم دول الكفرنجز وذا كدني اللي مثبتينهم مكانه. اسمهم ايه الفات فاشيا فات ده بقى؟ الفات فاشيا فات، فات حوالين الكليه يبقى اسمه ايه؟ طبعا الخط الاسود التخين ده الكبسول. الكبسول اوف ذا كدني، فدي رينا كبسول. وبعدين اللي بيتقال عليها تكون كبسول يعني. ثم في فات حوالين الكلية، فات حول يعني بيري، وكلية يعني نفرو. فات حوالين الكلية يبقى اسمه بيري نفريك فات. ففي بيري نفريك فات. ثم في فاشيا حوالين الكلية يبقى اسمها بيري نفريك فاشيا. حد شاطر يقول لي البيري نفريك فاشيا دي احنا خدناها قبل كده جايه منين؟ برافو عليك يا جماعه. مين الفاشيا اللي بطنها بطنها من جوه؟ الفاشيا ترانسفيرسال. الفاشيا ترانسفيرسال هي بطنها الانتيريور ابدومن وول، وبعدين بطنها اللاترال ابدومن وول، وبعدين اول لما توصل بقى للبوستيريور ابدومن وول ده كات سيكشن اهو في الفاشل. هذه الفاشل ترانسفيرسالس
بطل الانتيرو ابدنالور واللاترال. اول لما جت ورا وقابلت الكليتين بيحصل لها سبليتنج. حصل ايه سبليتنج للفاشيا ترانسفيرسالس، وعملت لك الفاشيا اللي حوالين الكدني اللي اسمها بيري نيفريك فاشيا. مين الراجل وصفها؟ وصفها واحد اسمه زوكر كاندل، فبيتقال عليها بيري نيفريك فاشيا او زوكر كاندل فاشيا. شايفين يا جماعه الفاشيا دي من فوق عامله ايه ومن تحت عامله ايه؟ الزكر كام بالفاشيا او البيري نيفريك فاشيا دي بقى في الانترنال سيكشن قافله فوق الكليه. على فكره قافله فوق الكليه وفصلها عن الاورجان اللي فوقها على طول اللازق عليها. مين اللازق عليها من فوق وريتد بقى للكدني الشمال واليمين؟ السوبرانيان جلاند كمان ريليتد للانتيريور سيرفيس، والفاشيا بتاعتها اللي هي البرنيفريك فاشيا بتفصل ما بين الاثنين. عشان كده لو انت نفسك تعمل سوبرانيال ادرينالكتومي عايز تشيل السوبرانيان جلاند، دي سهله دي ولا صعبه؟ او لو عايز تعمل نيفريكتومي تشيل الكلب، سهله دي ولا صعبه؟ هنا سهله، اقدر ادخل صباعي كده بمنتهى السهوله الاقي فيه بلينوف فاشيا لذيذ جدا بيفصل ما بين الاثنين، وافصل ما بين السوبرانيان جلاند عن الكلب. عايز تشيل اللي فوق شيل، عايز تشيل اللي تحت شيل. فخد بالك البرينيفريك فاشيا مقفوله من فوق. لكن مفتوحه من تحت لحد البيبس. عشان كده لو طار حصلت لك خبطه جامده جدا ربشر كدني في حادثه ولا حاجه والكدني هتخر دم، هتخر فين؟ لو جالك انفكشن وحصل بص، البص ده ممكن يخر فيه. فطبعا يا جماعه اي ديسشارج زي بص او في حالات تروما بلاد الهيماتوما دي او البص ممكن ينزل تحت لحد البلفس. لتحت ليه؟ مش لفوق، لان فوق السكه سد، البرينيفريك فاشيا مقفوله، لكن من تحت البرينيفريك فاشيا مفتوحه وزي الفل. تقدر الحاجات دي السوائل دي تنزل لحد البلفس. ماشي. فاضل لنا اخيرا بقى ايه بعد الكبسول والبرينيفريك فات والبرينيفريك فاشيا؟ في هنا اهو كمان فات، الفات اللي بره اسمه بارا رينال فات. بارا يعني جنب الكدني. على فكره يا جماعه دي المشكله الفظيعه في الناس، التخان قوي بيكون المسلز بتاعتهم كويسه ولازقه الكدني في مكانها؟ لا. والعامل الاساسي اللي لازق الكدني في مكانها الاثنين فات دول، البيري نيفريك فات والبرارينال فات. لو واحد يا جماعه بقى خس وهي عنده المسلز مهلبيه وضعيفه مش عامله سبورت وكمان الفات ده خس، كده بقت الكدني مش قادره تحافظ على مكانها، لان لا مصلز كويسه ضغطه وملزقه الاورجنز في مكانها ولا في فات سبورت حواليك. وعشان كمان ممكن يحصل لك المرض المشهور ان الكدني ممكن تسقط لتحت، وده المرض اللي اسمه نيفرو توزس. طبعا في بي سايلم في كلمه توزس ما بنطقش، ما تقوليش نيفرو بيتوزس عشان الواحد بيسمع منكم نطق غريب قوي. ساعه ما كنت قاعد في السيمينار كنت بتعملوا حاجات غريبه خالص. ماشي. فنيفروتوزس الكدني بتاعتنا يا جماعه، اذا الكفرنج بتاعتها الكبسول الطبيعيه بتاعت اي اورجان، ثم فات فاشيا فات بيري نفرك فات بيري نفرك فاشيا بارا رينال فات، ودول اهم سبورتنج فاكتور للكدني. ايه السيفس بقى ناتهم ذا كدني؟ طبعا سيفس لقيتهم زي كدني احسن ما يمكن من ورا، لان انا نايم على البشيره ده الوقت. الكدني يا جماعه السيفس لقيتهم بتاعها بيترسم في مستطيل في شكل رباعي كده اهو، شكل رباعي، خط فوق يجيب لك الابر بول، خط تحت يجيب لك اللور بول، وخط ميديال يجيب لك الميديال بوردر،
وخط لاترال يجيب لك اللاترال بوردر. فسموا الجزء المثلث ده والمستطيل ده الرباعي الشكل موريس ريكتانجل. فالسيرم سألكم إذا كدني ده عبارة عن رباعي الشكل أربع أضلاع موريس ريكتانجل. نرسم بقى موريس ريكتانجل إزاي؟ في ظهر العيان تقدر تعد مين؟ السباينس بروسيسز أوف ذا فيرتيبرا. شد لي خط العرض عند ليفل اوف تي 11 سباين تي 11 سباين وعند ليفل اوف ال 3 سباينس بروسيس. فعند السباينس بروسيس اوف تي 11 اند ال 3 رسمنا الابر واللور بول الليفل اوف ذا ابر والليفل اوف ذا لور بول عند ليفل اوف تي 11 فوق وتي 12 تحت و ال 3 تحت. وبعدين هروح نرسم خطين بالطول عند الميديان واللاترال بورد. ارسم لي خط بالطول 1 انش لاترال تو ذا سباينس بروسيس وخط تاني 3 انش فروم ذا سباينس بروسيس. ف 1 انش و 3 انش فروم ذا سباينس بروسيس T11 و L3 spinous process. يبقى رسمنا المستطيل الرباعي الشكل اللي اسمه موريس ريكتانجل. ماشي. ايه الارتيريال سبلاي والفينوس درينج اوف زي كده. طبعا دي احنا كنا شفناها كتير قوي احنا بناخد الاورطة ولا فيهم فينا كيفا. طبعا اكيد مين الارتيريال سبلاي الرين الارتري اللي هو دايركت برانش فروم ذا اورطة. حد فاكر الرين الارتري اليمين اطول ولا الشمال اطول؟ من غير ما انت هتجاوب من غير تفكير تبقى انت عبيط. الاورطه اللي هو الاصل بتاعنا شمال الميدل لاين ولا يمين الميدل لاين؟ شمال. يبقى الليفت رينال ارتري اطول ولا الرايت؟ اكيد اللي هيقطع مسافه طويله من الشمال اليمين هو الرايت رينال ارتري اطول من الليفت رينال ارتري. ماشي. طبعا يا جماعه الاثنين رينال فين هما دول فينوس درينج اوف ذا كيدني تو رينال فين بيصبوا في مين؟ مباشرة في الانفيو فينا كيف. وارجع واقول لك وفكر بنفس الاسلوب الرايت رينال فين اطول ولا الليفت رينال فين؟ الليفت رينال فين اطول. وكنا خدنا ان الليفت رينال فين له ريليشن مهمة جدا كروسنج من الشمال اليمين فعدى قدام الاورطة واتحزق مع مين؟ مع الارض اللي طالع هنا هون اللي اسمه السوبيرو ميزنتريك ومعدي قدام الليفت رينال هنا في السبلين. يبقى معدي كمان قدامه مين؟ السبلينك فين. وحتى قلت لكم هون ما بين السبلينك فين والليفت رينال فين ممكن اعمل عمليه مشهوره في البورتال هايبرتنشن. طبعا طبعا يا جماعه كنت قلت لكم الليفت رينال فين بيصب فيه حاجات مهمه قوي جاي له من تحت مين؟ ليفت مونادل ومن فوق مين؟ ليفت سوبرا رينال ومتصل بيه كمان من وراء البوستيرو اسبكت الانفيرور هيمي ازايجوس. انفيرور هيمي ازايجوس اللي مقابل ليه على الناحيه اليمين بيكون ماسك في الرايت رينال فين الازايجوس. فالازايجوس ماسك في الباك اوف رايت رينال والهيمي ازايجوس ريليتد للباك اوف ذا ليفت رينال فين. طبعا احنا عارفين ان الكدني المفروض بيتكون اكيد من كورتكس ومظله وفاتح فيها الرينال بلفس. فاتح فيها الرينال بلفس. طبعا الكورتكس والمظله
وادي بقى الرينا كريس اللي فتح في مين؟ الميجور والماينور كريسيز. لو حصل لك حصوة، فكر انت مش هتكلم، لو حصل لك حصوة تفتكر تحصل في اللور كيلكس ولا في الميدل كيلكس ولا في الابر كيلكس؟ طبعا اكيد بديهي انها هتحصل في اكتر حتة فيها ستيزس، فيها اليورين ماشي ببطء. فالرجل جماعة ماشي ببطء، هو طالع اجينست جرافيتي ولا هو جاي مع جرافيتي؟ طالع جماعة البول وهو جاي من اللور كيلكس، اجينست جرافيتي طالع ابطأ ما يمكن. وعشان كده اللور كيلكس دي اشهر مكان للتكوين الحصوات. لو حصل لك حصوة هنا هو سدت لك البيلفيك كالسيت سيستم. طبعا يا جماعه البيلفيك كالسيت سيستم هيبتدي يحصل له ديستنشن، صح؟ والكبسول هيحصل له ديستنشن. طبعا دي كونديشن اسمها ايه؟ لما تبقى البيلفيك كالسيت سيستم والكيدني ديستندد والزيورين، دي اسمها هايدرو نيفروزس. هايدرو نيفروزس. الرينال بيلفيس ده بقى يا ربنا بره الكدني ولا جوه الكدني؟ على فكره دي مختلفه من بني ادم التاني. ازاي مختلفه من بني ادم التاني؟ انا مثلا بس لكم هنا شايفين ادي الكدني اهي، وشايفين الرينال بيلفيس فين؟ الرينال بيلفيس بره الكلي ده اسمه اكسترا رينال بيلفيس. في ناس تانيين على فكره تبقى كدني كده طالع منها يورث العضله. الرينال بيلفيس فين؟ انتر رينال، انترا رينال بيلفيس. فالرينال بيلفيس قد يكون اكسترا رينال وقد يكون انترا رينال بيلفيس. لو انا سددت لك السكه هنا بستون، لو انا سددت لك الدنيا هنا بستون والبول هنا هيتجمع، تفتكر مين اللي هيحصل ديستنشن هنا اكتر؟ الكريسيز ولا الرينال بيلفيس؟ هو الانسبورتد المايع هو اللي هيحصل ديستنشن. فانت ايه رايك؟ الكليسيز هنا هو سبورتد ولا لا؟ طبعا يا جماعه الكليسيز سبورتد بال كورتكس شغال اهي، والرينال بيلفيس اللي بره هو اللي صايع من غير سبورت يحصل له ستيتش، صح؟ طب في النوع ده بقى، في النوع ده الرينال بيلفيس اللي يحصل له ستيتش اكتر ولا الكليسيز اكتر؟ كده بالمنظر ده اما يبقى الكليسيز والرينال بيلفيس هما الاثنين جوه الكليه، هما الاثنين سبورتد فهما الاثنين في الهواء سوا، يحصل استنشاق في مين اكتر؟ البول جاي من هنا ولا جاي من هنا؟ الناحيه يا جماعه اللي جاي منها اليورين هي اللي هتعمل استنشاق اكتر، الكليسيز. عشان كده الهايدروفوز ده اللي هو ديستنشن اوف ذا بيلفيك سيستم وذ يورين بيكون ليه نوعين، نوع اسمه بيلفيك تايب اللي فيه رينال بيلفيس بره الكدني ورينال بيلفيس هو اللي استنشق قوي، ونوع اسمه كاليسيال تايب، نوع اسمه كاليسيال تايب او رينال تايب اللي هي البلفي كاليسيال سيستم هو اللي ديستندد اكتر من الرينال بلفيس. ماشي؟ نبصر يا جماعه لو الرينال كبسول دي حصل لها ديستنشن عشان البول متجمع جوه او بص او عايز ستارش، اما الكبسول دي اما الكبسول دي يا جماعه هتبقى ديستندد، العيان بيحس بوجع اسمه رينال بين. الرينال بين محسوس فين؟ في الرينال انجل. ايه الحته في الابدومين دي اللي انتوا خدتوها في الابدومين اكزامينشن اسمها رينال انجل؟ ده انجل يبقى عايزين خط بالطول وخط بالعرض. مين خط بالطول؟ اللي انا كنت قلت لكم واحنا بناخد الابدومين اكزامينشن المصل اسمها ساكرو سباينالس، لاترال بوردر اوف ساكرو سباينالس. ومين اللي ماشي بالعرض؟ اللاستريب. فاللاستريب تقطعها مع اللاترال بوردر اوف ساكرو سباينالس، دي نقطه اسمها رينال انجل بتحس فيها الوجع بتاع الكدني اللي اسمه رينال بين.
لو عايزين يا جماعه راديولوجيكالي نفحص الكدني، ايه احسن راديولوجيكال تيست تفحص بيه الكدني واليورتر واليورينري بلادر واليورينري تراكت كله؟ ارخص حاجه واحسن حاجه الالترا ساوند. فالالترا ساوند از ذا بيست وارخص حاجه. طبعا في حاجات تانية انا ممكن اشوف بيها الكدني واليورينري تراكت. معظم حصوات اليورينري تراكت يا جماعه بيضه في الاشعه، بيتقال عليها الابيض ده بيتقال عليه ايه؟ راديو اوبيك ولا راديو لوسنت؟ معظم حصوات اليورينري تراكت راديو اوبيك بيضه في الاشعه. يبقى والله مش بطال جدا، ممكن اعمل لك بلين اكس راي تبان لك الحصوات. ماشي؟ طب بص بص ركز دي كده. افرض الحصوه راديو لوسنت يعني سودا، الحصوه سودا والبلين اكس راي سودا، تقفل يا جماعه بتوع راديو لوسنت ستون سودا ايه والبلين اكس راي سودا، هتشوفها ولا لا؟ زي ما يكون الاوضه ضلمه وفي واحد اسود بربري جوه، هتشوفه اسود في اسود مش هتشوف حاجه. لازم عشان اشوف الراجل الاسود ده عامل ايه؟ انور النور. نوروا النور يا جماعه. ازاي انور النور؟ الحصى السوداء هتبان في منتهى السهوله لو انا نورت النور. نور النور ازاي؟ لونوا البلبي كليسيل سيستم بالابيض، يبان لك الحصى السوداء في النص. ازاي بقى تحط صبغه تخلي البلبي كليسيل سيستم ده لون ابيض؟ يا كده يا كده كده، دي ايه؟ هقول لك الصبغه انترافينوس، تمشي الصبغه في الدم. مين اللي هياخدها وينزلها في البلبي كليسيل سيستم؟ الكدني. وتبقى الصبغه جايه من فوق ولا من تحت؟ من فوق. ودي ايه معناها؟ تطلق عليها عشان عن طريق الوريد يبقى اسمها انترافينوس، وعشان نازله يبقى اسمها ديسندنج، وعشان هتصور له البلبي كليسيل سيستم يبقى اسمها بايلوجرافي. فانترافينوس بايلوجرافي او ديسندنج بايلوجرافي. ماشي؟ افرض عيان فاشل ابن فاشله، عنده كليه مش عارف تاخد الصبغه وتنزلها، فحالات الباد كيدني فانكشن اللي انا مش عارف اجيب الصبغه فيها من فوق، مضطر بقى اخش لك من تحت منظار على اليورينري بلادر. دخلت اليورينري بلادر، بص في اليورينري بلادر كويس، ده في خرم فيها يمين وفي خرم فيها شمال. ايه الخرمين دول في البلادر يمين وشمال؟ فتحتين اليورتر، دكت اسطره في اليورتر اليمين واسطره في اليورتر الشمال لحد ما توصل فين؟ في البلبي كليسيل سيستم وحين الصبغه. يبقى اسمها ايه الصبغه دي اللي جايه من تحت؟ اسندنج بايلوجرافي. فاسندنج بايلوجرافي. بينكم ده الكلام اللي انا بعمله ده في الامراض البسيطه. أمراض بسيطة، هايدرونفروزيس، إيستونز، حاجات زي كده. بس لو في حاجة خطيرة، خطيرة قوي، لا دي بقى محتاجين لها فعلا زي ما أنتوا قلتوا السيت سكان والإم آر آي. إيه الخطير؟ خطير قوي دون مالجنانسي في الكدني أو مالجنانسي في اليورينري بلادر والحاجات دي كلها، لا لازم ساعتها أعمل سيت سكان وإم آر آي. وطبعا برضه في الحاجات الخطيرة دي أشوف بعناية، اشوف بعناية. على فكره ممكن اخلك هنا منظار من ظهر جوه البلبي كليسيل سيستم واقعد اتفرج. اما اتفرج في الكليه من جوه دي اسمها نفروسكوبي. نفروسكوبي ما هي نفرو كليه، ومنظار يعني ايه؟ اوسكوبي. فنفروسكوبي. ماشي؟ بقيت بقى شويه الابلايد والكلينيكال اناتومي، دول طبعا برضو مهمين، احب ان انتوا دايما تكونوا عارفينهم. فاضل بس حاجه صغيره، لو انتوا عايزين تفتحوا لي على الكدني في عمليه، دي حاجه اسمها اكسبوجر اوف ذا كدني. قلت لكم غالبا بنفتح منين؟ مباشره على الكليه من بره. دي اسمها ايه؟ موريس او رينال او لامبر انسجن. او ايه رايكم لو عايز يستكشف بقى مش كده بس، عايز يستكشف الابدومن كلها.
احسن وانا بفتح الاقي فيه مثلا مالجنانت اسايتس ولا بريتونيال نديوز. الصراحه في حالات المالجنانسي ما بيكفينيش ان انا افتح هنا من ورا، لازم افتح الابدومن فور اكسبلوريشن بباره ميديان انسيجن، وده بفتح فيها البريتونيال، يعني بيكون ترانس بريتونيال اكسبلوريشن عشان اشوف زي ما بقول لك البريتونيال فيه فلويد مالجنانت اسايتس بريتونيال نديوز او الحاجات دي. ممكن جدا يا جماعه في بعض الحالات اضطر افتح الابدومن سوراكو ابدومينال انسيجن، ده بتكون الكدني كبيره قوي قوي وزقده فعلا طالعه بفوق في السوركس. طبعا الكدني الجباره دي الكبيره قوي دي تيومر في الابر بول اوف ذا كدني، والتيومر في الابر بول اوف ذا كدني ده وان بيروح زائد الدفرام لفوق وبيبقى عميق قوي، فلازم مضطر اعمل له سوراكو ابدومينال اكسبلوريشن. ماشي. طبعا ان شاء الله التيومرز اللي ده هتعرفوه مع الدكتور اكيد احمد الرشيدي، التيومر اللي بيحصل في الابر بول اوف ذا كدني وبحتاج الحكايه دي، تيومر في الابر بول اوف ذا كدني اسمه هايبر نيفروما او اسمه الحديث رينال سيل كارسينوم، ده اضطر تعمل معاه سوراكو ابدومينال اكسبلوريشن.